بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مع حلقه جديده من حلقات الاسكوله. النهارده هنبدا مع بعض دروس التاريخ تكمله الوحده الرابعه، وهناخد اول درس عندي في الوحده الرابعه هو الاسكندر الاكبر في مصر. معاكم مستر محمد نور محمود السيد كمون، معلم اول بمدرسه بورسعيد الاعداديه للباقي. يلا معانا على الحلقه. طبعا من اهم الشخصيات التاريخيه ومن اهم القاده العسكريين في العالم الاسكندر الاكبر. بس قبل ما ابدا اتكلم عن الاسكندر الاكبر، انا عايز اتكلم على مصر ذات نفسها، بلدنا. للاسف مصر كانت دايما فريسه للطامعين عبر العصور المختلفه. هو ليه عندي في بعض الشعوب او بعض الطامعين اللي بيفكروا عندي ان هم يسيطروا عندي على مصر؟ هو ايه الهدف من كده وايه السبب عندي؟ السبب عندي في كده ان مصر دولة غنية بالثروات اللي موجودة فيها، الثروات الطبيعية. وده اللي خلى عندي من مصر دايما مهد الحضارات، دي نقطة، وان هي دايما تلفت انظار الطامعين عندي للسيطرة عندي على مصر. من اهم الطامعين اللي حاولوا عندي ان هم يسيطروا عندي على مصر، في عندي ثلاثة اساسيين: الليبيين، الاشوريين، الفرس. دول من اهم الطامعين اللي حاولوا عندي ان هم يسيطروا عندي على مصر: الليبيين، الاشوريين، الفرس. يعني عندما جاء الاسكندر الاكبر الى مصر كانت مصر تحت حكم الفرس. يبقى هنا لو قال لي بما تفسر وقوع مصر فريسة للطامعين عبر العصور المختلفة، هقول له بسبب كثرة الثروات وتنوعها في مصر، واللي جعلها مهد للحضارات ولفتت أنظار الطامعين مثل الليبيين والآشوريين والفرس، ثم جاء الإسكندر المقدوني. طب أنا عايز أعرف، أنت مرة بتقول لي عليه الإسكندر الأكبر ومرة تانية بتقول لي عليه الإسكندر المقدوني. الإسكندر الأكبر لنتيجة لأن الفتوحات، و بيعتبر الاسكندر الاكبر هو غزا معظم اجزاء العالم القديم، من اهم القاده العسكريين، عشان كده بيعرف بالاسكندر الاكبر. لكن ساعات بنقول عليه الاسكندر عندي المقدوني، وده السبب في كده عندي انه من اقليم مقدونيا في شمال بلاد اليونان، لما هنشوف عندي مع بعض الخريطه بتاعه بلاد اليونان. الاسكندر الاكبر ولد عام 356 قبل الميلاد. نشا عندي الاسكندر الاكبر، تعال نبص كده عندي مع بعض على خريطة بلاد اليونان، نشأ عندي في إقليم مقدونيا شمال بلاد اليونان. الإسكندر الأكبر هو ابن الملك فيليب المقدوني الذي وحد بلاد اليونان، وحد إقليم مقدونيا عام 338 قبل الميلاد. تولى الإسكندر الأكبر الحكم وهو في العشرين من عمره بعد مقتل والده عام 36 قبل الميلاد. هنا طبعا في كم نقطة مهمين. لو قال لي نشأ الإسكندر الأكبر، أكمل عبارات الأتية بكلمات مناسبة: نشأ الإسكندر الأكبر في نقط بشمال بلاد اليونان، أقليم مقدونيا. هو ابن الملك نقط الذي وحد أقليم مقدونيا عام 338 قبل الميلاد، فيليب المقدوني. طبعا طبال اسم ملك او اسم شخصية في التاريخ، يبقى ممكن يجي لي السؤال الى من تنسب الاعمال الاتية: وحد اقليم مقدونيا عام 338 قبل الميلاد، هو الملك فيليب المقدوني. اكمل العبارات الاتية بكلمات مناسبة: ولد الاسكندر الاكبر، تولى الاسكندر الاكبر الحكم وهو يبلغ من العمر 20 سنة. طيب اذكر اهم اعمال الاسكندر الاكبر. واحد، غزا معظم اجزاء العالم القديم، لذلك يلقب الاسكندر الاكبر باعظم الفاتحين. اثنين، هزم الفرس في ثلاث مناطق: في اسيا الصغرى وفي سوريا وفينيقيا. يبقى هزم الاسكندر الاكبر الفرس في ثلاث مناطق اساسية: اسيا الصغرى، سوريا، فينيقيا. من اهم المناطق اللي نجح الاسكندر الاكبر ان يستولى عليها كانت عندي مصر عام 332 قبل الميلاد.
أهم أعمال الإسكندر الأكبر. 1. غزا معظم أجزاء العالم القديم. 2. هزم الفرس في آسيا الصغرى، سوريا، فينيقيا، استولى على مصر عام 332 قبل الميلاد. كده عرفنا البطاقة التعريفية لشخصية الإسكندر الأكبر. بالنسبة لغزو الإسكندر الأكبر لمصر، امتى بدأ الإسكندر الأكبر يتوجه في حملته من أجل السيطرة على مصر؟ بعد ما حصل حاجتين مهمين، بعد ما قضى على تمرد المدن الإغريقية، وبعد عندي ما هزم الفرس في آسيا الصغرى. يبقى في حاجتين مهمين عملهم الإسكندر الأكبر قبل ما يتوجه إلى فتح مصر والاستيلاء على مصر وغزو مصر، هو أنه قضى على تمرد المدن الإغريقية وهزم الفرس في آسيا الصغرى. بس ليه قرر الإسكندر الأكبر مرة واحدة أن يقوم بالاستيلاء على مصر في عام 332 قبل الميلاد؟ نقطة مهمة، الإسكندر الأكبر كان يمتلك جيشا كبيرا، وكان يريد الإسكندر أن يضمن لهذا الجيش مصدر غني من الغذاء، ومصر دولة زراعية وعندها محاصيل بكميات كبيرة، فعشان يقدر يضمن لمصر مصدر غني من الغذاء، الإسكندر الأكبر بدأ يتحرك ومعه أسطول ضخم من أجل فتح مصر. أول منطقة بدأ يصل إليها الإسكندر الأكبر هي عندي منطقة تل الفرمة عندي في مصر، هي دي أول المناطق اللي بدأ يصل إليها الإسكندر الأكبر. احنا اتفقنا ان الإسكندر الأكبر عندما جاء إلى مصر، مصر كانت تحت حكم الفرس. طيب ايه رد فعل الشعب المصري بقدوم الإسكندر الأكبر؟ هل الشعب المصري رحب بقدوم الإسكندر الأكبر؟ كان مبسوط جدا بمجيء الإسكندر الأكبر. يبقى أكيد المصريين كانوا بيكرهوا عندي حكم الفرس. طب ايه سبب كره المصريين لحكم الفرس وترحبهم بمجيء الإسكندر الأكبر؟ المصر القديم أو المصريين القدماء اعتقدوا ان الإسكندر الأكبر جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي. طب سبب كرههم بقى للفرس، الفرس انتهكوا حرية الديانة المصرية القديمة، وكانوا يفرضون الضرائب على المصريين. طب عشان يبقى الكلام أوضح، انتهكوا حرية الديانة المصرية القديمة، أي لم يحترم الفرس ديانة المصريين. والمصري من زمان جدا فكرة الديانة عنده دي حاجة مقدسة، ما ينفعش ان انت تهنها، ما ينفعش ان انت تقلل من الديانة المصرية القديمة. النقطة الثانية، ان الفرس كانوا يفرضون الضرائب على المصريين. سبب تاني لترحيب المصريين القدماء بمجيء الإسكندر، ان المصريين كانوا عارفين الإغريق، عارفين عاداتهم، عارفين تقاليدهم. يعرفوها منين؟ الإغريق كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. كلمة جنود مرتزقة، بس عشان لما اجي احفظ حاجة ابقى فاهمها، دي بعض الجنود اللي هو بيبدأ يديلك شغل من اشكال الحماية مقابل حصوله على المال. فالمصريين كانوا عارفين طباع الإغريق. يبقى بما تفسر ترحيب المصريين القدماء بقدوم الإسكندر الأكبر لاعتقادهم أنه جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي الذي انتهك حرية الديانة المصرية، فرض وفرضوا عليهم الضرائب. 2. معرفة المصريون بعادات الإغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. الإسكندر الأكبر هو من أعظم القادة العسكريين في تاريخ البشرية. الإسكندر الأكبر كان عنده ذكاء. هو لما جه مصر فهم ايه هو السبب كره المصريين للاحتلال الفرس، ان الفرس انتهكوا حرية الديانة المصرية القديمة. فبدأ يفكر، طب لو انا حاولت ارضي المصريين هعمل ايه؟ يبقى هظهر احترامي للديانة المصرية القديمة، هحترم الديانة المصرية القديمة، سواء ده حاجة من جوه الإسكندر او مجرد اظهار منه مش هتفرق معانا. المهم ان هو نجح قدام المصريين يظهر هذا الاحترام للديانة المصرية القديمة، فنجح ان يكسب المصريين. اظهار احترامه للديانة المصرية القديمة، فعمل ايه؟ قام الإسكندر بزيارتين لبعض المعابد المصرية، فقام
تعال نبص كده عندي بالصورة مع بعض على دي صورة لمعبد الإله بتاح. ومعبد الإله بتاح موجود عندي في منف، وبدأ يقيم مهرجان رياضي على الطريقة الإغريقية. المهرجان الرياضي على الطريقة الإغريقية دي اللي هي الألعاب الأولمبية، اللي هو عندك الوزب ويبدأ ان هو عملية الجري، سباقات الجري اللي احنا بنقول عليها الألعاب الأولمبية دي، كانت نشأتها عندي كانت موجودة عند الحضارة الإغريقية. فبدأ يعمل مهرجان رياضي على الطريقة الإغريقية، وأثناء زيارته معبد الإله بتاح في منف، يبقى كده هو بيبدأ يظهر احترامه للآلهة المصرية القديمة. الزيارة التانية عندي، ودي كانت لزيارة معبد الإله آمون. وإحنا عارفين لما درسنا مع بعض في الترم الأول، لما درسنا الحضارة المصرية القديمة والتلاتين أسرة ودرسنا الحياة الدينية، إن من أهم الآلهة عند المصريين القدماء كان الإله آمون. فبدأ الإسكندر يقوم بزيارة معبد الإله آمون في واحد سيوة، وبدأ يقدم القرابين للإله آمون. لذلك كانت الإله آمون أطلقوا عليه ابن الإله آمون. يبقى بالطريقة دي أظهر احترام للديانة المصرية القديمة، ونجح الإسكندر في أن يقوم بإرضاء المصريين. يبقى دلل على أو برهن تاريخيا على أن سعى الإسكندر لإرضاء المصريين. أقول له الإجابة أنه حرص على إظهار احترامه للديانة المصرية، فقام به واحد زيارة معبد الإله بتاح في منف، وأقام مهرجانا رياضيا على الطريقة الإغريقية. اثنين، قام بزيارة معبد الإله آمون في واحد سيوة وقدم القرابين، ولذلك أطلق على الإسكندر الأكبر ولقب بابن الإله آمون. من الأشياء اللي قام الإسكندر الأكبر ببنائها في مصر، وهي حتى الآن تحمل اسم الإسكندر الأكبر، هي مدينة الإسكندرية. قام الإسكندر الأكبر، وتعالى نبص عندي مع بعض على الخريطة بتاعة الإسكندرية القديمة، إن الإسكندر الأكبر قام ببناء مدينة الإسكندرية في المنطقة المحصورة ما بين حاجتين، ما بين جزيرة فارس وما بين قرية راقودة. المنطقة المحصورة بين جزيرة فارس وقرية راقودة قام الإسكندر الأكبر ببناء مدينة الإسكندرية. طب إيه السبب؟ هو بما تفسر قيام الإسكندر الأكبر ببناء مدينة الإسكندرية؟ أول سبب عندي عشان بعد كده الإسكندرية تكون عاصمة لمصر. تاني سبب تحمل اسمه، وفعلا هي حتى الآن تحمل اسم الإسكندر الأكبر اللي هي مدينة الإسكندرية. السبب التاني، الإسكندر الأكبر بينتمي إلى الحضارة اليونانية، أو بقول عليها الإغريقية. خلي بالكوا إن بلاد اليونان القديم يطلق عليها الإغريق، فيطلق عليها الحضارة اليونانية ويطلق عليها الحضارة الإغريقية. الهدف الإسكندر الأكبر من بناء مدينة الإسكندرية لتكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية في العالم. ثالث سبب، من أجل أن تكون قاعدة بحرية يقدر تكون على البحر المتوسط، يقدر يدعم من خلالها سيطرته على البحر المتوسط. يبقى التالي نعيد السؤال مع بعض بما تفسر بناء الإسكندر مدينة الإسكندرية. واحد، لتكون عاصمة لمصر وتحمل اسمه. اثنين، لتكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية في العالم. ثلاثة، لتكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. وفاة الإسكندر الأكبر، توفي الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، ودفن الإسكندر الأكبر في مدينة الإسكندرية. النهاردة درسنا عندي مع بعض الإسكندر الأكبر في مصر،
بدأنا عند في البداية نعرف مين أشهر الطماعين اللي حاولوا إنهم يستولوا على مصر زي الليبيين والأشوريين والفرس، وعرفنا بطاقة تعريفية عن الإسكندر الأكبر مولده وحياته وابن مين، وإزاي ليه قلنا عندي على الإسكندر الأكبر بهذا اللقب، ولأن هو كان غزا معظم أجزاء العالم القديم، وعرفنا عندي بعد كده إيه السبب الأساسي اللي خلى الإسكندر الأكبر يأتي إلى مصر، وليه المصريين رحبوا بمجيء الإسكندر الأكبر، وإزاي إن الإسكندر الأكبر بذكاء القائد العسكري نجح إنه يكسب رضا المصريين لما أظهر احترام للديانة المصرية القديمة من خلال زيارته عندي لاثنين معبدين للآلهة المصرية، معبد الإله بتاعه في مدينة منف ومعبد الإله آمون عندي في واحد سيوة، وأنهى الإسكندر الأكبر رحلته عندي في مصر ببناء مدينة الإسكندرية اللي ظلت حتى الآن بتحمل اسم الإسكندر الأكبر. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، من درسنا النهاردة الإسكندر الأكبر في مصر. خليكم تابعينا في قناة مسكو.